أهلا وسهلا بكم. نواصل سلسلتنا مع بيئة المكتب KDE بدرس نتعرف فيه على أهم ما يمكن أن تحتاجه لاستخدام هذه الواجهة أو هذه البيئة باللغة العربية دون أي مشاكل. سنتعرف في هذا الدرس بالضبط على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول سأخصصه لكيفية إضافة اللغة العربية للوحة المفاتيح واختيار تجميع الأزرار للتنقل بين اللغات. الجزء الثاني نخصصه لكيفية تعريب الواجهة وتثبيت حزمة اللغة العربية. والجزء الثالث نخصصه لكيفية تحسين الخطوط العربية واختيار أو تغيير الخطوط المثبتة على النظام. وفي الأخير هناك جزء إضافي أشير فيه إلى بعض الدروس التي يمكن أن تفيد لمن يريد استخدام نظامه باللغة العربية. إذن أبدأ بالنسبة للجزء الأول وكيفية إضافة اللغة العربية للوحة المفاتيح. لذلك ندخل على إعدادات النظام. ستكون باللغة التي تستخدم حاليا مثلا بالإنجليزية System Settings، وهنا تنتقل إلى جزء أجهزة الإدخال. في الأجهزة هنا لوحة المفاتيح سيكون طراز لوحة المفاتيح والطراز الذي تستخدم يكون هنا افتراضيا، لا تغير فيه أي شيء. ننتقل إلى المخططات، وهنا يجب أن نفعل هذا الخيار ضبط المخططات. بعد تفعيله نضغط على أضف، وفي التخطيط نختار اللغة العربية. يمكن هنا اختيار نوع من التخطيطات الخاصة باللغة العربية أو ترك التخطيط أو التنويع المبدئية. بعد ذلك نضغط على موافق، فتضاف اللغة العربية إلى قائمة المخططات المتوفرة على النظام. الآن يمكنك التغيير بين اللغات المثبتة عن طريق الضغط عليها بزر لوحة المفاتيح بزر الفأرة عفوا لوحة المفاتيح ليس لها زر، لا أزرار. أو يمكنك اختيار للتغيير أو التنقل بين اللغات. تضغط هنا في الاختصارات الرئيسية على هذا الزر، فتظهر لك هذه القائمة. منها يمكنك اختيار زر أو تجميع أزرار للتنقل بين المخططات أي لغات الإدخال المثبتة على جهازك. في حالة اخترت Alt زائد Shift في نهاية تضغط على تطبيق، فيمكنك التنقل بين اللغات عن طريق الضغط على زر Alt Shift كما تعودت في توزيعات أخرى أو بيئة مكتب أخرى، وربما أيضا نظم تشغيل أخرى. إذن كان هذا بالنسبة للغة العربية كلغة إدخال. نعود لإعدادات النظام. الآن نتحدث عن إضافة اللغة العربية كلغة نظام أي تعريب الواجهة. للتعريب نعود لإعدادات النظام. ندخل على المحلية Local، ستكون بالإنجليزية، وهنا سنجد اللغات. ستجد اللغات المتاحة أي اللغات المثبتة على جهازك، وستجد اللغات المفضلة في البدء. ربما تكون فيها لغة واحدة أو لا يكون فيها أي لغة. وهنا أيضا في اللغات المتاحة ستكون لغات قليلة بالنسبة لك. لاستخدام لغة معينة أو لاستخدام نظامك بلغة معينة تختار تلك اللغة، مثلا هنا في هذه الحالة اللغة العربية، وتضغط على هذا السهم لتصبح هي اللغة المفضلة. بعد ذلك تضغط على تطبيق، فيتم تغيير النظام ليصبح بهذه اللغة. جزء منه سيتغير فورا، وجزء آخر ليصبح التعريب كاملا سيتم بعد إعادة الدخول للجلسة. المشكل هو أنه ليس هناك إمكانية لتثبيت اللغة العربية من إعدادات النظام، وبدئيا لا تكون اللغة العربية مثبتة في حال لم تكن قد ثبت اللغة العربية أو في حال لم تكن قد ثبت توزيعتك باللغة العربية من البدء. إذن أول شيء يجب علينا تثبيت حزمة اللغة العربية لتصبح اللغة العربية متاحة في هذه القائمة. لذلك تستخدم مدير الحزم الذي الخاص بتوزيعتك. في حالة مثلا توزيعة كوبونتو تستخدم مدير الحزم موين باكج مانجر، أو في حال كنت ثبت مدير أو مركز برمجية أوبونتو سوفتوير سنتر يمكنك أيضا استعماله. وفي توزيعتك تستخدم مدير الحزم الخاص بك لتبحث عن الحزمة التالية: KDE اسم الحزمة الخاصة باللغة العربية KDE ماينس ناقص L 10 N ماينس، وتضيف الحزمة الخاصة باللغة العربية AR بالنسبة لArabic. إذن هذه حزمة اللغة الخاصة باللغة العربية. تضغط يمين Mark for Installation، يعني اختر لي التحميل لتثبيت، ونهاية
تضغط على Apply Changes ليتم تثبيت الحزمة. لو أردت القيام بذلك داخل مركز برمجيات أوبونتو في حال كنت تستعمله، تقوم بالبحث عن نفس الحزمة تظهر لك وتضغط هنا على ثبت. نفس الشيء في مدير الحزم التشابكي سينابتيك، في حال كنت تستخدم توزيعة أخرى كما قلت، تبحث عن هذه الحزمة أو تثبتها عن طريق الطرفية. في حال كنت تستخدم توزيعة ديبيانية، فالأمر المناسب هو sudo apt-get install وتقوم بنسخ أو كتابة اسم هذه الحزمة أنتر، فيتم تحميل هذه أو فيتم تثبيت هذه الحزمة. بعد التثبيت تعود لإعدادات النظام، فستجد أن اللغة العربية قد أضيفت لهذه القائمة، تختارها، تضغط على هذا الزر فتصبح هي اللغة المفضلة، والباقي قمت بشرحه قبل قليل، أي أنك تضغط على طبق فيتغير جزء من النظام للعربية، والجزء الباقي أي التعريب الكامل يكون بعد إعادة الدخول للجلسة. نعود هنا أعود لعرض عام إعدادات النظام الكاملة لنتطرق لكيفية تغيير خطوط النظام. الآن تلاحظون أني أستخدم النظام باللغة العربية لكن بخطوط جميلة ليس بالخطوط الافتراضية. لتغيير الخطوط تحتاج أولا لتثبيت خطوط عربية، ربما بعضها يتم تثبيته تلقائيا حين تقوم بتثبيت حزمة اللغة العربية كما شرحت قبل قليل، لكن يمكنك دائما البحث عن Arabic Fonts. Arabic Fonts، وهنا ستجد العديد من الخطوط العربية على حسب مدير الحزم ومخازن التوزيع التي تستخدم. بعد ذلك تعود لإعدادات النظام ولتغيير الخطوط تضغط على مظهر التطبيقات Appearance، تنتقل إلى الخطوط. هنا ستجد الخطوط الخاصة بالنظام، إعدادات الخطوط يمكنك تغييرها واحدة تلو الأخرى بالضغط على اختر. هنا تختار الخط، أسلوب الخط هو المائل، عريض، هنا المقاسات، وهنا يظهر لك كيف يبدو ذاك الخط، وفي النهاية تضغط على موافق. إمكانية أخرى أفضلها أنا هو الضغط على عدل كل الخطوط، فتختار هنا تقوم بتفعيل الخط، تختار الخط الذي تريد. يمكنك أيضا اختيار أو تغيير أسلوب الخط والمقاس في حالة أريد تركهما افتراضيان، وهنا يظهر دائما مظهر الخط الذي اخترت، وتضغط في النهاية موافق، فيتم تغيير جميع الخطوط للخط الذي قمت باختياره. التعريب كما في واجهات أخرى يشمل جميع مكونات النظام، من حيث القائمة، من حيث البرامج، وأيضا اختيار الخطوط أيضا يشمل البرامج كما تلاحظون الآن. إعدادات البرامج أيضا فهي تصبح كاملة باللغة العربية وبالخط الذي قمت باختياره. إذا كان هذا أو الجزء الآخر كي لا أنسى. الجزء الأخير هو أني أردت الإشارة إلى أن هناك دورة خاصة باللغة العربية، لينكس واللغة العربية على المجمع، يمكنكم من خلالها معرفة العديد من الأشياء الخاصة بالمشاكل المتعلقة باللغة العربية على أنظمة لينكس، كمثلا مشاكل الترجمة، الترميز، أيضا ما تطرق له الآن موجود في هذه الدروس. التطبيق كان على أوبونتو، لكن أغلب هذه الدروس يمكن تطبيقها على أنظمة أخرى. إذن أدعوكم لإلقاء نظرة على هذه الدروس في حال واجهتكم مشاكل على بيئة مكتب KDE أيضا، أو ربما طرحت أسئلة في حال لم تجدوا جواب لها على هذه أو في هذه الدروس. إذن أكتفي بهذا القدر وأقوم الآن بإنهاء هذا الدرس لأني الصوت لم يعد متاح. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.